وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا الشيخ عبد الله الجعيدي، عضو المتحدث باسم مجلس الدراسات والبحوث الشرعية بدار الإفتاء الليبية. شيخ عبد الله، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، السلام عليكم. حياك الله. كيف تنظرون في دار الإفتاء وكذلك مجلس البحوث لما يحدث في مدينة درنة؟ أظن فقط لم تعالج صدى الصوت قوي جدا، تشوش على السؤال. ربما تسألت عن حصار درنة. نعم. للإخوة الفنيين، أنت فقط انتظرني دقيقة شيخ عبد الله. الإخوة الفنيين، الشيخ يسمع صدى صوت في الهاتف. لو تريد سؤالك. نعم شيخ عبد الله، سألتك كيف تنظرون في دار الإفتاء وكذلك مجلس البحوث والدراسات الشرعية بالدار لما يحدث في مدينة درنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الانحصار الآثم على مدينة درنة هو جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، لا شك في ذلك مسلم. كيف لمدينة بأكملها، بنسائها وأطفالها، بجميع مكوناتها تحاصر وتغلق عليها الطرق وتسد عليها الحاجات الضرورية؟ هذا لا شك أنه محرم فرعا، ونحن في هذه الحالة نخاطب جيران مدينة درنة من أهل المدن والقرى التي تجاور أهل درنة، نخاطب هؤلاء بحق الإسلام وبحق الجوار وبحق الأخوة الإيمانية فيما بينهم. لا شك ولا فليس خطاب لمن كان يعني يقوم بمثل هذه الجرائم وأكثر منها في منازلي. نقول لإخواننا وجيراننا وجيران أهل درنة، نذكرهم بالله عز وجل، نذكرهم بالأخوة الإيمانية، نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويتشابك بين أصابعه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من غلبة مثل هذا الحصار ومثل هذه الطريقة في منع حاجيات الضرورية لأهل درنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. فمن يمنع الحاجات الضرورية أن تصل إلى أهل درنة ويقف دونها فهو قد وقع في فعل محرم ربما يكون وعيده يوم القيامة شديدا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت في عذبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة فزنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، أي دخلت بسببها النار، لا هي أطعمتها وسقتها حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحال في امرأة في هرة، فكيف بك بالله عليك في مدينة بحجب درنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته. من يستطيع أن ينزل أهل درنة ومن يستطيع أن يرفع المعاناة عنهم ولو بأقل القليل فواجب عليه أن ينصرهم ويحرم عليه أن يخذلهم، وهذا ربما تكون نتيجته وخيمة على من يقوم بهذا الفعل، وألا وهو عدم الانتصار لأهل درنة، عدم مساعدتهم، عدم بذل المعروف إليهم. طيب شيخ عبد الله، عدم يعني بهذه الطريقة من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. طيب، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ومن الذي لا يريد أن يكون في موطن يحتاج إلى النصرة أن ينجده أخاه وينصره ويرفع عنه الظلم؟ فكيف لأهل درنة بأن يقعوا في مثل هذه الحالة من قبل جيرانهم، من قبل إخوانهم، من قبل المناطق العربية والمسلمة التي تعيش في تلك المنطقة؟ لا يجوز لمثل هذه السرادل التي تحاصر درنة أن تترك تفعل ما تريد وتمنع الأشياء الضرورية أن تصل إلى
إلى أهلنا في درنا مثل الدواء ومثل الغذاء ومثل وغير ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة أن شيء يؤسف له أن نجد مثل هذا العمل وهذا العمل المشين أن يقع في بلاد ليبيا. كنا نسمع عنه يفعله اليهود وأذنابهم في فلسطين في أهل غزة كما يفعل في أهل غزة، يفعل أيضا من قبل الرافضة الشيعة لأهلنا في العراق أو في سوريا. أما أن يقع ذلك في ليبيا أن تحاصر مدينة مثل درنا، نحن طيب لا نخشى على أهل درنا من عصابات الإجرام التي تتبع حفتر، لا نخشى والله. طيب شيخ عبد الله فيما يتعلق بالمناطق المحيطة، وأنهم على حق وأنهم بإذن الله عز وجل قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين حوصروا وضيق عليهم في شهد أبي طالب. ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كان طيب شيخ عبد الله لهم أهل الغيرة من أهل الكفر والشرك من أهل قريش. طيب شيخ عبد الله بالنسبة هذا العناء. نعم بالنسبة للمناطق المحيطة بمدينة درنا، يعني هناك من يقول ربما بأنه لا يستطيع تغيير الأمر برمته أو حتى أن يساعد قليلا، هل هناك يعني من طريقة يستطيع الناس بها أن يخففوا عما يحدث في مدينة درنا؟ يعني النظرة الشرعية في من يعني فيما يحدث في مدينة درنا بالنسبة للمناطق المجاورة وسقوطهم وعدم تغيير. واجب على كل مسلم يستطيع أن يرفع المعاناة بقدر استطاعته، بقدر استطاعة المطلوب منه ذلك. ليس المطلوب منه أن فوق الطاقة، إنما هو الواجب عليه ما يقدر عليه. لو بالكلمة لو يستطيع أن يطعم جائعا فقط فيجب عليه أن يطعم هذا الجائع، لو يستطيع أن يوصل قنينة ماء إلى أهل درنا فيجب عليه أن يوصل هذه القنينة إلى أهل درنا. ماذا عن طرد المجموعات الموجودة التابعة لحفتر في هذه المناطق؟ ولو فعلنا ما نستطيع في كل هذه الأمور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالقلب، الإنكار ولو بالقلب، لكان حالنا غير هذا الحال، ولفعل ولغير الله عز وجل أمرنا إلى أحسن حال. نعم أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الله الجعيدي المتحدث باسم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية.